وقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبعتها الخامسة بمسجد عبد الحميد بن بديس ببلدية العنصر، ذكر وتذكير لخصال الحبيب محمد والتبليغ عنه، أساتذة وأئمة ودعاة، ملتقى أصبح تقليدا راسخا في برنامج المسجد. ما أحوجنا وما أحوج مساجدنا إلى مثل هذه الوقفات التي تجدد الإيمان، والتي بها يعني يرتقي الإنسان إلى درجات في الإيمان مع الله عز وجل، والتي بها يرتبط المؤمن برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر. جمع من أجل خاتم الأنبياء وسبل الاقتداء وتلبية لندائه، بلغوا عني ولو آية، أرى لها صدى واسع جدا في نشر العلم ونشر سنته صلى الله عليه وسلم. مناسبة كانت فرصة لغذاء الروح وتكريم رجال حقل الدعوة إلى الله ورد على كل الإساءات، فصلى الله عليك يا من ملأت الدنيا أنوارا وجعلت بمكارم الأخلاق لك في كل الأرض أنصارا.